بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترمذي العز تلاميذ السنة الخامسة. لدينا موضوع، مع أننا في فصل الربيع اخترت لكم هذا الموضوع الخاص بفصل الربيع، إذا سأقدم لكم هذا الموضوع. هو في الحقيقة من كتاب موسى، صفحة من كتاب الذي نظمته حول التحضير لامتحان نهاية التعليم الابتدائي للسنة الخامسة، وكان لدينا هناك مدرسة مستوى إلى غير ذلك، وأخذت هذه الصفحة لنتناول الموضوع الموجود فيه. إذا كما ترون تلاميذي الأعزاء، هناك عنوان هو زهر الربيع، ودائما أنصحكم أولادي أنكم قبل أن تتناولوا أي موضوع بأسئلته يجب أن تقرأوا النص قراءة شاملة، قراءة سطحية أو مسحية في بداية الأمر، ثم قراءة معمقة حتى تتمكنوا من الإجابة عن الأسئلة، أسئلة الفهم أيضا، أسئلة اللغة، ومن ذلك الوضع الإدماجي يمكنكم أن تأخذوا بعض الأفكار لتكتبوا إنتاجا كتابيا بأسلوبكم الخاص. إذا نبدأ بالقراءة الجمع. القراءة الجمعية، يعني نقرأ معا، وسأبين لكم بعض المواضع دائما في طرق القراءة أو كيفية القراءة المسترسلة. إذا نبدأ بالعنوان زهر الربيع. إن كان للحياة سر فالربيع سرها، وإن كان للدنيا عمر فالربيع شبابها. جاء الربيع فأصبحت الطبيعة ملء البصر، ملء الذوق، ملء الشم، كأنها أوتار عود لكل حاسة وترها الذي يشجيها. كما لاحظتم أنني قرأت هذين السطرين بتوقف كلي وتوقف جزئي، توقف كلي عندما كنت أتوقف عند النقطة، وجزئي عندما كنت أتوقف عند الفاصلة، وينتظرني المستمع أن أكمل لأن الفكرة لم تنتهي أو الجملة لم تنتهي، فأظهرت ذلك بنبرة صوتي. أيضا كما لاحظتم أنني لم أنطق بهمزة الوصل هنا في البصر، الطبيعة مثلا، الربيع هنا الذي يشجيها مثلا، الذي أيضا هناك همزة وصل في وسط الكلام لا يمكن أن ننطق بها، إذن هذا خطأ، النطق بها خطأ. لاحظوا معي الآن كيف أقرأ هذه الفقرة، الفقرة الثانية. لاحظوا متى أو كيف أتوقف عند النقطتين وعند الفاصلة ثم عند النقطة إلى غير ذلك. همس الربيع إلى الأرض بكلمة سحرية فجن جنونها، الأغصان تمايلت والأزهار تفتحت والطيور غردت، كأن الدنيا كلها في عرس بديع. تقسم الربيع الجمال في ليله ونهاره، ليله رصع بالنجوم ونهاره حلي بالزهور. أكملت الفكرة، فقط هنا خطأ في التشكيل، غردت ليس ضم هنا، لكن هناك سكون. ننتقل للفقرة الثالثة. لو أنصف المربون لعلموا جمال الخلق عن طريق جمال الروض والزهر والطبيعة، فليست الفضيلة إلا جمالا ولا الرذيلة إلا قبحا. لقد وقفت بالأمس على روضة وشاها الربيع، فوددت أن يجتمع حسنه كله في كأس فأشربها، فما الحياة بلا جمال. إذا الكاتب هو أحمد أمين، أحمد أمين معروف، كاتب عربي معروف، وكما لاحظنا أن النص مليء بالكلمات الجميلة، كلمات ثرية، سنتناول بعضا منها في الأسئلة، وأترككم تبحثون عن الكلمات الجديدة بالنسبة إليكم لتتعرفوا على معانيها، وبذلك تكتسبوا كلما درستم أو تحللتم موضوعا، أنجزتم موضوعا، تتعلمون كلمات جديدة، وهذا ما يزيد من رصيدكم اللغوي. ننتقل إلى الجزء الأول من الأسئلة، هو أسئلة الفهم. السؤال الأول،
اشرح الكلمتين ثم وظف كل واحدة منهما في جملة من أسلوبك. وكما نلاحظ أن هناك نقاط، يعني يمكنكم أن تقيموا أنفسكم وتتعرفوا على يعني مستواكم، يعني مستوى بالنسبة للسنة الخامسة، هل تتجاوزون سبعة على عشرة أم أقل من ذلك؟ إن كنتم أقل من ذلك ما عليكم إلا إعادة هذا الموضوع. الكلمة الأولى هي همسة، نصف نقطة في الشرح، والشاه نصف نقطة في الشرح، ونصف نقطة في التوظيف، ونصف نقطة في التوضيع، وبذلك تتحصلون على نقطة كاملة. السؤال الثاني يقول: وردت في النص كلمتان بضديهما، استخرجهما. جيد، جميل جدا. هذا ما يجعلنا نبحث في النص ونتمعن فيه. يعني سنبحث في النص عن كلمتين كل كلمة وردت معها كلمة لها ضد معناها. إذن سنبحث عن أربع كلمات، كلمتين بضديهما. جميل جدا، هذا وستجعلون أنفسكم أو ستكونون في محل البحث عن هاتين الكلمتين. السؤال الثالث هو: هل يظهر جمال الربيع ليلا أم نهارا؟ على ما أظن أن هذا السؤال سطحي، يعني مجرد أنكم تعودون إلى النص ستجدون الإجابة. علل إجابتك من النص، يعني إذا قلت ليلا يعني علل إجابتك، إذا قلت نهارا علل إجابتك دائما من النص. لذلك سميناها دراسة نص، استثمار النص، يجب أن نستثمر عفوا النص ولا نجيب عشوائيا. وهذا نصف نقطة. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني، وهو أسئلة اللغة أو أسئلة حول اللغة. السؤال الأول يقول: املأ الجدول من النص. لدينا جدول سنملأه من النص، إذن سنملأ الجدول بفعل معتل مثال، فعل معتل أجوف، فعل مبني للمجهول، واسم موصول. اسم موصول بدون شدة هنا. إذن اسم موصول. إذن هذا هو الجدول. سنعود إلى النص، نقرأ ونبحث عن هذه الكلمات الأربعة. السؤال الثاني يقول: بين لماذا. بين لماذا كتبت الهمزة بهذا الشكل في كلمة مل. جيد، وهي بسيطة جدا. في الحصة يعني الاستثمار النص السابق، في عندما استثمرناه من الناحية الإملائية، تكلمنا عن سبب كتابة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة، وشرحت القوانين التي تتبعها كل حالة، ولذلك هذا بسيط جدا. السؤال الثالث: اعرب ما تحته خط في النص. هناك كلمتان في النص تحتهما خط، المربون ويجتمع. كما نلاحظ أن المربون جمع مذكر سالم، ولكن ما وظيفته؟ يجتمع أنه فعل مضارع ولكن في آخره فتحة. إذن فعل مضارع آخره فتحة كما نلاحظ، المربون ويجتمع. السؤال الرابع يقول: حول إلى المثنى الجملة التالية وغير ما يجب تغييره. لو أنصف المربون لعلموا جمال الخلق عن طريق جمال الروض والزهر والطبيعة. الآن المربون في الجمع، سنجعلها في المثنى، ونحاول أن نكيف الكلمات الأخرى أو تناسب التحويل. نصل الآن إلى آخر جزء، وهو الوضعية الإدماجية بالتعبير الكتابي. اختر فصلا من فصول السنة وتكلم عن مظاهره وأثرها في نفسك. كل تلميذ يحب فصلا معينا، أو ربما يحب الفصول الأربعة، ولكنه لا يتكلم عن أربعة فصول. لاحظ هنا، اختر فصلا من فصول السنة وتكلم عن مظاهره وأثرها في نفسك، يعني مظاهر هذا الفصل الذي تختاره، أثره سواء هذا لا تحبه، تحب لا تحب هذا الفصل، نعم تختار فصلا لا تحبه، ولكن تبين الأثر، يعني في كلتا الحالتين تحبه أم لا تحبه، عندما تختاره ما هو أثر هذه المظاهر، مظاهر هذا الفصل في نفسك، مبينا أهم النشاطات التي تقوم بها في هذا الفصل، سواء كنت تحبه فحتما النشاطات ستستمتع بها، أما إذا كنت لا تحب هذا الفصل فهناك نشاطات أيضا تقوم بها
لتحيا في هذا الفصل ولا تنام في هذا الفصل. إذا موظفا حالا اسما ممدودا وجملة تعجبية. الاسم الممدود هو مثل بيضاء، مثل السماء، إلى غير ذلك. قد حذف من البرنامج ولكن بقي السؤال هنا أو بقي التوظيف هنا. إذا أترككم تلاميذي الأعزاء ونلتقي بإذن الله في الحل، ولكن قبل ذلك أترك لكم الوقت مدة يومين ربما حتى تشاهدوا هذا الفيديو وأيضا تنجزوا هذا العمل، تجيبون عن الأسئلة، وأرجو أنكم تتحصلون على نقطة جيدة. ولكن قبل ذلك لا تهتموا بالتقييم، اهتموا بالتقويم أكثر. يعني إذا كنتم أخطأتم يجب أن تتعرفوا عن الخطأ، وأيضا يجب أن تعرفوا لماذا أخطأت فتراجع ذلك الدرس. إذن أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.